السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل نودلز. النودلز كل الناس بتحبها، الاكل الصيني. عندنا مكرونة النودلز اهي، هنزلها كده في ال ومية بتغلي، تمام، مية مغلية، هسيبها منقوعة 3 4 دقايق، مفيش اكتر من كده. هي هتفك لوحدها و هنسيبها كده وهنستعرض المقادير بتاعتنا. عندنا طاسه ووك بيسخن على النار اهو، لازم يكون سخن، تمام. و هنعمل ايه؟ هنستعرض المقادير بتاعتنا. عندي توم، وعندي زنجبيل فريش، وتوم مفروم. عندي زي ما انتم شايفين كده كوسه متقطعه رفيع، وعندي جزر، عندي فلفل احمر الوان، عندي مشروم، وعندي طبعا الصويا اهي. طبعا الموج بتاع لازم يكون بيسخن على نار جامد. سهله جدا، ما بتاخدش يعني وقت، ما بتاخدش وقت في تحضيرها. والخضار بتاعها بيبقى كتير. طبعا عايزين تحطوا بصل، حطوا. في ناس ما بتحبش البصل فيها، كل واحد على حسب مزاجه، ممكن بصل اخضر، ممكن ابيض، يعني ايا كان. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ كله سريع سريع كده. اول حاجه طبعا نحط شويه زيت، ممكن تستعملوا زيت سمسم، بس انا ما عنديش زيت سمسم، فينفع زيت عادي. هننزل على طول بالثوم والزنجبيل. على طول، احنا مش عايزين نحمر حاجه، ننزل على طول بالايه؟ بالخضار بتاعنا. على فكره الووك سخن، فلازم ننزل على طول بالايه؟ بالخضار بتاعنا. خطي اول بتاع الاكل ده، ما عنديش انا الموضوع الشغل دي، الحاجه اللي عندي مش شغاله. انا هقطع ده عليه، لان ما عنديش اقطاع بتاع الخضار ده، اقطاع معينه عشان كله يبقى كله شويه برضه، مش هقطع عليه. ممكن ارش ملح صغير عشان الصويا تبقى احلى كده. طبعا فلفل، ممكن انزل بقدر المشروم عشان ما ياخدش وقت. اهو يا جماعه نحط الصويا، تمام. نحط المكرونه بتاعتي، الصوص ده اسمه اي ويستر، ممكن تحطوه ممكن ما تحطوهوش. انا حطيت معلقه واحده بس منه، هو حادق في طعم الصويا، تمام. اهو يا جماعه خلصنا النودلز بتاعتنا بسرعه اهو، في ثواني، ما بتاخدش وقت، وجميله جدا زي ما انتم شايفينها، سهله. والميزه الحلوه اللي فيها ان فيها خضار كتير، والخضار بيبقى يعني ايه مستوي، ولكن مش ميت قوي، مش طري، تحس ان كل حاجه يعني ايه ماسكه نفسها كده، ما بتاخدش 5 دقايق. زوقتها كمان بالفلفل الالوان وبالبصل الاخضر، وان شاء الله تكون الفيديو عجبكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد.